افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد الكثير من المركبات يا أصحاب. بسرعة أيها الميكانيكيون، جميع إطارات أصدقائنا مثقوبة. يا إلهي، يبدو أن المركبات ملت من الانتظار. يا للبراغي الصادئة، لم أصلح هذا الكم من الإطارات وبهذه السرعة. بالحديث عن السرعة، يبدو هذا كصوتي. جدتي، أهلاً بصغير العزيز جاكي الذي يحمل عبء عمل كبير. وكيف عرفتي؟ صغيري الأزرق هو من أخبرني بذلك. لا بأس جاكي أن تطلب المساعدة في بعض الأحيان. شكراً لكما. تسرني المساعدة كما كنت تساعدني دائماً وتساعد الآخرين. والآن يا أولاد، لنرتب الأمور هنا. هيا هيا يا جدتي. أيها الميكانيكيون، لقد جاءتني فكرة. أنت خبير حقا جاكي، لأنك معلمتي الأفضل. زرنا مجدداً يا صغيري. شكراً جدتي، لن أمل، وأنت تعملين معي جدتي. وأنا لن أمل من ظرافتك أيضاً. والآن، من يشعر بالجوع؟ يجب أن تستريحي جدتي. لكني أعددت وجبتك المفضلة، كعكة التفاح الشهية. أيها الميكانيكيون، تعالوا فستأتي فيونا. مرحباً، أنا اسمي ويزل، مالك شركة عجلات ويزل المؤتمتة كلياً للإصلاح السريع. أهلاً سيد ويزل، أنا جيكو. ها هي أول زبونة لدي. يتم إنجاز الأعمال بسرعة، فشركة عجلات ويزل هي رقم واحد. وداعاً يا ضفدع. اسمي جيكو. حسناً يا فيونا، لن نستغرق وقتاً. أنا لست متأكداً من أن الزر الذي يبدأ بتشغيل الخدمة هو... ربما ضغطهم جميعاً سينجح. عودي ثانية متى شئت. كان ذلك سريعا. يا للهول، إنها لا تبدو بحالة جيدة. تعالي يا فيونا، سألقي نظرة. تلك هي المشكلة، كان ويزل مستعجلا عندما أنجز عمله، لدرجة أنه وضع الصابون في خزانك بدل الزيت. لقد أصلحنا المشكلة بإتقان، والآن تسير فيونا بلا فقاعات. أنا متأكد أنني ضغطت على الزر الصحيح. ماذا؟ أراكم قريباً في كراج جيكو. وداعاً. مرحباً يا رفاق، سنركب ملحقاً جديداً لتريفر. أخضر، أرجوك هل ناولتني؟ أخضر، 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 أين أنت؟ إن أخضر يسقي شجرته المفضلة. هيا ابتعد عن طريقي، سأبني في هذا المكان مقهى جديدا للوجبات السريعة، وهذه الشجرة تقف في طريقي عائقا. Thank you.
تحرك يا قمامة فسأقتلعها من جذرها. ها. سيد ويزل، لا يمكنك أن تقطع شجرة أخضر المفضلة. ولم لا؟ إنها مجرد شجرة خرقاء. ولكن التفاح. آه، خطرت لي فكرة. تريفر، أيها الأصلع، ما الذي تفعله الآن؟ ها؟ أترى سيد ويزل؟ الأشجار هامة، فهي تعطينا التفاح الشهي. لا داعي لمقهى الوجبات السريعة طالما الشجرة هنا. أتظنني سأفضل هذه التفاحة الخرقاء على... إنها لذيذة. يا لفخري بك يا أخضر، كنت شجاعاً واستطعت إنقاذ هذه الشجرة. أحسنت صنعاً. انتهينا يا أحمر، عدت جديداً. كما لو أنني صنعتكم البارحة. لا تقلقوا، سأبقي مخططاتكم هنا بأمان كي أعرف كيفية إصلاحكم. إذا استطعت أن أحصل على تلك المخططات، عندها سأصنع ميكانيكيين خاصين بي أيضاً، وسيصبح مرآبي هو أفضل مرآب في العالم. استيقظ يا سلاي، فأنا لدي خطة ماكرة جداً. ها؟ سلاي؟ ماذا تفعل هنا؟ أين السيد ويزل؟ هل لديك مشكلة في العادم؟ إذن بما أن السيد ويزل ليس هنا سأفحصك. سأحصل على المخططات، سأحصل على المخططات. هل أعطيتني الكماشة؟ اتركها يا سلة القمامة، المخططات أصبحت ملكي الآن. نجحت. لقد أصلحتك. ما الأمر؟ أتريد أن أصلحك مرة أخرى؟ ما هذا الدوران السريع؟ من قد يكون هذا؟ هاي أيها الضفدع، هل لاحظت الآن سيارتي الجديدة؟ اسمه سيلفستر وأنا أدعوه اختصاراً سلاي. أهلاً سيلفستر، سررت بلقائك. اعذرانا رجاءً، أحدهم بحاجة للمساعدة. ديلن في ورطة في موقع الإنشاء. إذاً سنساعده، سنكون هناك بأسرع وقت. أظن من الأفضل لنا أن نذهب. هيا يا شاحنة السحب تيلي. هل هناك طريقة لنساعد ديلان دون أن نقترب من هذا الوحل النتن؟ ليس هذا الزر. كنت متأكداً أني أستطيع. اسحب يا سلايم. هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هيا أخرجني يا سلاي.
أكره هذا الوحل النتن. لا تقلق، سنخرجك من هنا. هيا أيها الميكانيكيون. أترغب بزيارتي في المغسل يا سلاي؟ وأنت مرحب بك أيضاً سيد ويزل. لا شكراً. إذاً نراكم مجدداً. وداعاً. لقد أحسنتم صنعاً. زبون آخر سعيد. لا، إنها كارثة. ما المشكلة سيد ويزل؟ إنه سلاي، سيارة الرياضية الثمينة عليها بقعة. يشرفنا تواجد سلاي في مغسلنا. مغسل ويزل يتفوق على مغسلك. هيا تعال سلاي وتوقف عن المماطلة. هيا قف هنا. لا لا لا، ليس أنا أيتها الآلة الملعونة. سلاي، هيا افعل شيئاً ما. لا، أيها المعتوه. سلاي بحاجة للمساعدة. بسرعة أحضر حقيبتي. أزرق، أعطني المفتاح. فقد جن جنون مغسل ويزل. هل أنت بخير سيد ويزل؟ بأحسن حال. يسرني ذلك. عفوا، هناك بقعة. هاي إنها كات. مرحبا بكم أيها الميكانيكيون. أهلا كات، الميكانيكيون متشوقون لرؤيتك جدا. أظنهم يتمنون الطيران مثلك أيضا. ارمي هذه النفاية بعيدا سلاي. لا أريد أن أرى هذه الأشياء المزعجة مباشرة في مرآبي. هذه ليست نفايات. أنت محقة. يمكننا الاستفادة من هذه الأشياء، لا للتبذير. أنا متأكدة أن لديك فكرة ما يا جيكو. يمكنك القول إن طموحي عال. عمل جماعي رائع، لقد صنعناها بسرعة. صنعنا مركبة طائرة من النفايات. هيا أيها الميكانيكيون، حان وقت الطيران عاليا في السماء. يا للجمال والنظافة بعد التخلص من النفايات الفظيعة. وقد اختفت تماماً، ولن أرى تلك النفايات مرة أخرى. نحن فريق رائع في البر والجو أيضاً. أجل كات، هذا صحيح، ولا حدود لطموحنا كما السماء. من أين تأتي كل هذه الفوضى؟ ها؟
يا أمي! سيد ويزل، هل أنت بخير؟ لقد جعلت فيكي أسرع شاحنة مثلجات في العالم، لكنها أقلعت قبل أن أحصل على المثلجات. يجب علينا إيقاف فيكي قبل أن تسبب المزيد من الضرر. ها هي قادمة، جاهز يا أزرق؟ يا أزرق، هيا اضغط على الزر بسرعة. أحسنت صنعاً يا أزرق. ما زلت أريد أن أتناول المثلجات إلى الآن. أنا أكره الصواريخ. يا ميكانيكيون، لنتأكد أنه بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. أهلا بالجميع، أنا والأزرق ذاهبان للحصول على شجرة عيد الميلاد. إنه الحافلة بوبي. إنه عالق. الشوكولاتة الساخنة ستدفئك. لا تقلق بوبي، سوف نخلصك قريباً. لا ينفع، فك الخطافة يا أزرق، سنجرب شيئاً آخر. لا، الآن تيلي علقت في الثلج. ما الحل يا أزرق؟ يبدو أننا علقنا أيضاً. لا تحزن يا أزرق، سيساعدنا أحدهم. الشوكولاتة الساخنة ستبقينا دافئين. أبس! لا، انظر، الشوكولاتة الساخنة أذابت الثلج. جاءتني فكرة. نجحنا! تشبث بوبي! على الرحب يا بوبي! لكن ماذا سنفعل بالشجرة التي سقطت؟ أها! ممتاز! عيد ميلاد مجيد يا رفاق! نعم أيها الميكانيكيون، لنجعل المرأب جميلاً ونظيفاً. يبدو أن لدينا زبوناً. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، الشاحنة إعادة التدوير، والشاحنة الطفلة، والتي لا تبدو سعيدة أبداً. السن متخلخل، هذا لا يدعو للقلق أيتها الطفلة. عندما سيسقط، يمكنك وضعه تحت الوسادة لتحصلي على عملة ذهبية بدلاً منه. لا! الطفلة عطست وفقدت سنها المتخلخل.
لا تقلقي، سنجده لك. أيها الميكانيكيون هيا. عذرا يا أخضر، هذا ليس سنان. انتبهي يا صفراء. لقد بحثنا في كل أرجاء المرآب ولم نجد سن الشاحنة الطفلة ذاك في أي مكان. انتظروا لحظة واحدة، هناك مكان لم نبحث فيه، منفضة غبار الأزرق. ها هو أيتها الطفلة، اذهبي للمنزل وضعيه تحت وسادتك. إلى اللقاء قريبا مع مزيد من المغامرات الشيقة في مرآب جيكو. وداعا. أتشو. الشاحنة الأم والشاحنة الطفلة، لما تنتظراني هنا؟ النفق مسدود ولا تستطيعان العبور. سوف ألقي نظرة. يبدو كأنه انهار. انهيار آخر. نحن محاصرون في الداخل. لا تقلقوا، فقد جلبت أدواتي. سنحتاج لأدوات أكبر. حتى تيلي لا يستطيع تحريك الصخرة. كيف سنخرج من هنا؟ لم أعلم أنك قوية. الشاحنة الأم أنقذت الموقف. يجب أن أتصل بإيريك الحفار لإزالة كل الصخور. إلى اللقاء مع مزيد من المرح والمغامرة في مرآب جيكو. مرحبا جميعا، نحن نعدل على المغسل كي يرش الطلاء. أيتها الشاحنة الأم هيا. الآن علينا أن ننتظر ليجف الطلاء. ماذا سنفعل؟ ما رأيكم أن نلعب الغميضة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مستعدون أم لا؟ ها أنا ذا. أرأيت الشاحنة الطفلة والميكانيكيين الصغار؟ أين هم يا ترى؟ أين هم يا ترى؟
ربما علي أن أبحث هناك. ها! لقد وجدتكم، والآن دوري لأختبئ. أراكم لاحقاً وداعاً. مرحباً يا رفاق، سنتحقق من شاحنة الإطفاء فيونا. يا له من يوم شاق. المعذرة. حسناً، ماذا بقي لدينا الآن؟ أظن أن هذا لك يا أزرق. والآن ماذا كنا نفعل أيها الميكانيكيون؟ ها؟ هل انتهينا؟ دوران سريع للمفاتيح، كان ذلك سريعاً حقاً. مرحباً جميعاً، أهلاً بكم في مرأب جيكو. نحن نقوم بتفقد الحافلة بوبي، وكدنا أن ننتهي. انتظر أيها الميكانيكيون، أنا ما زلت في الأعلى. بوبي، بوبي، يا إلهي لا يستطيع سماعي. ها؟ أيها الميكانيكيون، أسرعوا، افعلوا شيئاً ما. احترسوا، نحن نقترب من جسر. كانت قيادة مرعبة حقاً. انظروا، جسر عال. فكرة رائعة أيها الميكانيكيون، فقط إن استطعت إمساكه. أفلتته، ماذا سأفعل؟ فكرة جيدة يا صفراء، لقد أنقذت الموقف. لا عليك بابي، فأنت لم تعلم ولم يتأذى أحد. شكراً للمساعدة أيها الميكانيكيون، ماذا كنت سأفعل من دونكم؟ وداعاً. مرحباً يا رفاق، الشاحنة الطفلة أتت لتلعب معكم. أوه.
وأنا آت للعب، لكن علي أن أبدل عجلات شاحنة الإطفاء فيونا. أحدهم يحتاج مساعدة. لا، إنه حريق وفيونا لا تستطيع المساعدة، فهي لم تبدل عجلاتها بعد. ماذا سنفعل؟ أها، وجدتها، المغسل. الشاحنة الطفلة، ما رأيك أن تصبحي شاحنة إطفاء؟ هيا يا شاحنة الإطفاء الطفلة. لا بأس يا تريفر، لا داعي للخوف، فجيكو الإطفائي هنا. لا، الماء يتسرب، تولى الأمر يا أحمر. أحسنت صنعاً. لا مشكلة يا تريفر. وأحسنت أيتها الطفلة، أنت حقاً شاحنة إطفاء رائعة. إلى اللقاء. مرحباً جميعاً، إنه يوم حافل. الطفلة وماكس يحتاجان إلى تبديل إطارات، ولكن أين ماكس؟ مرحباً ماكس، هيا أيها الميكانيكيون. يا صفراء! لا، الصفراء قد صدمت رأسها، لهذا سأترك الأمر لكما. قيادة مرعبة جدا. هيا يا صفراء. بدلتما الإطارات ببعضها؟ لا بأس، فجميعنا نخطئ، علينا مبادلة الإطارات فحسب. لا تقلق ماكس، سنصلح الأمر قريبا. أيتها الطفلة، نعلم أنك تستمتعين، لكن إنها إطارات ماكس، هل أعدناها إليه؟ أحسنت أيتها الطفلة، من المهم إعادة الأشياء بعد استعارتها دائماً. إلى اللقاء قريباً، وداعاً. بوبي؟ لا، زجاجك محطم، هيا أدخل. هذا مؤلم، يجب أن نستبدله. أرجوكما، هل أحضرتما لي زجاجاً؟ بحذر، فالزجاج الأمامي رقيق جداً.
انظروا، انظروا إلى سني الجديد، إنه ذهبي ولامع. ابتعدا عن طريقي يا سلتي القمامة. جيكو، انظر إلى سني الذهبي. أين سقط؟ لقد كلفني الكثير من المال. أيها الميكانيكيان، شكراً لإحضار الزجاج. انتهينا بوبي، يمكنك الذهاب. رجاءً، هلا أخذتما الزجاج القديم؟ أها، وجدته. عيد رعب سعيد. لا تخافا هكذا، فهذا أنا جيكو. لحظة واحدة، ما هذه الضجة الغريبة؟ ها هي مجددا، آمل ألا يكون شبح الرعب المخيف. مهما كان أظنه ذهب. لا أيها الميكانيكيان، أعتقد أن المرآب مسكون. أيها الأزرق، لحظة واحدة يا أزرق، تقدم للأمام. تصدر الضجة فقط عندما تتحرك، لا داعي للارتجاف والخوف والصراخ. المشكلة أن العجلة تصدر هذا الصرير. سيساعدك هذا الزيت كثيراً، وعندها سنقول وداعاً للشبح. انتهى الذعر، والآن سنلعب خدعة أم حلوة. عيد رعب سعيد للجميع، وداعاً. أهلاً بكم في مرآب جيكو، إنه يوم مشمس، لذا سيصعد الأحمر للسطح وسيقوم بتوصيل الألواح الشمسية الجديدة، والتي تمتص طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة نظيفة للمرآب. أهلاً بوبي. ماذا؟ انظر لنفسك، أنت متسخ وقد قمنا بتنظيفك البارحة. لا تقلق، رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. ها أنت نظيف وجاهز للسير على الطريق. اتسخت مجددا، كيف حدث ذلك؟ سوف نضطر لغسلك يدويا. أصبحت نظيفاً، يمكنك العودة للطريق يا بوبي. هذا ما يجعلك تتسخ، محرك الوقود تملأه الفوضى. أتريد محركاً كهربائياً نظيفاً بدلاً منه؟ الطاقة الشمسية جاهزة؟ نستمد من ألواح الشمس الطاقة ليسير بالطاقة النظيفة بلا باقة.
مرحى. إلى اللقاء مع مزيد من المرح في مرآة بيجيكو. مرحبا، اليوم عيد ميلادي الأخضر ونحن نتجهز لحفل الشاطئ. اثبت. هذه نفاخات هيليوم، لذا تحلق عاليا. أو كل شيء جاهز، نحن فقط ننتظر فيونا لتحضر كعكة عيد الميلاد. احذري فيونا، لا تقودي على الرمال المبللة. أسرعي وإلا سوف تغرس الإطارات. سنجد طريقة لإخراجك. يمكننا رفعها باستخدام جميع نفاخاتك. أعلم أنك تحب نفاخاتك، لكن فيونا بحاجتها جدا. هل يمكننا استخدامها؟ أوبا. نجح الأمر. نجح نجاحا عظيما. إنها تطير عاليا. وجدتها. هيا أيها الميكانيكيون. أحسنتم أيها الميكانيكيون. ها قد أتى الزوار لينضموا إلى الحفلة. سعيد بحضوركم. أحسنت المشاركة أيها الأخضر، وعيد ميلاد سعيدا لك. مرحبا بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيرا. لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيفاً أن يقوم بزيارتك صديق، هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها، كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. أحسنت يا كات. شكراً جيكو. نحن اليوم عند كات لأنه عيد ميلادها، وقد أحضرنا لها كعكة كبيرة، لكن لم نخبرها بعد.
لا تخافي يا صفراء، فقط أريد أن أضبط الرافعة. يجب أن نهبط بسرعة. هيلينا، هيا أوقفي المروحة. أمستعد جيكو؟ ها؟ قليلاً بعد، قليلاً بعد، أجل. رائعاً. عيد ميلاد سعيد. شكراً يا رفاق. مرحى. أو رائع. أهلاً بالجميع. معكم جيكو. نحن في طريقنا إلى المنزل. ها، الشاحنة الطفلة. أخبريني ماذا أصابك؟ فقدت مصاصاتك؟ لا تنزعجي، سوف نجدها لك. هيا أيها الميكانيكيون، حاولي البحث في تلك الزهور الحمراء. هل رأيت أي شيء؟ ماذا عن السياج الأخضر؟ أترين شيئاً هناك؟ لابد أنها في مكان ما. أنا حقاً آسف جداً، لم أجد مصاصتك المطاطية. ها؟ الأزرق. أحسنت، لقد وجدتها. تفضلي مصاصتك. كل شيء انتهى بخير. شكراً لمساعدتكم. وداعاً. أهلاً بالجميع، معكم جيكو. اليوم هو يوم مميز جداً. هذه أول زيارة لطفلة الشاحنة لمرآبنا، لذا نريد أن نرحب بها ترحيباً إضافياً مميزاً وكبيراً. أهلاً بالشاحنة الطفلة. أأنت متوترة؟ لا تقلقي، أنت بأيد أمينة، أليس صحيحاً؟ ها؟ أوه. ها؟ ها؟ أوه. الشاحنة الطفلة، مهلاً. لا، لقد أخفنا الشاحنة الطفلة. لا تقلقي أيتها الأم، سوف نجدها. هيا أيها الميكانيكيون، لنجد الشاحنة الطفلة. أيتها المسكينة، أين تكونين؟ أتختبئين هنا؟ أما زلت متوترة؟ خمني ماذا؟ وأنا متوتر. إنها المرة الأولى لك، لذا أردنا أن نجعل زيارتك مميزة.
أنا آسف إذا كنا أخفناك، لكن أعدك بأننا سنهتم بك بشكل مميز. هل اتفقنا؟ افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد المركبة يا أصحاب. فلتمرحي أيتها الشاحنة الطفلة، كنت شجاعة. على الرحب والسعة دائما. شكرا لانضمامكما إلينا في مرأب جيكو. وداعا. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعاً. ها؟ بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ آه يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. ها؟ ها؟ نجونا، كان هذا وشيكا. لا 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 لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقة فقط. أهلاً بالجميع، مرحباً بكم في مرآب جيكو. إنه يوم هادئ جداً، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي؟ لا تبدو بحال جيدة. تعال دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيدا. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتا، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه. لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك.
مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآب جوكو. وداعا. هيا يا أخضر، لنضع جميع هذه النفايات في تيلي. يا إلهي، آسف يا صفراء، يجب نقل الأريكة القديمة للمكب، لا يمكن إبقاؤها. إنها عائلة الشاحنات، الشاحنة الأم، وشاحنة إعادة التدوير، وشاحنة الطفلة. لا! الطفلة المسكينة، كان هبوطاً قاسياً. لو أمكننا إيجاد طريقة لجعله ألطف. ما الأمر الآن؟ هل جاءتك فكرة؟ هيا أيتها الطفلة، ستهبطين بشكل ألطف هذه المرة. على الرحب أيتها الطفلة. شكرا يا شاحنة إعادة التدوير، من الجيد دائما صنع شيء ما جديدا من شيء ما قديم. من اللطيف الحصول على إجازة. أنا أحب التخييم. انخفض أجيج النهر. يا صفراء، هل جلبت الحطب من فضلك؟ إذا حان وقت القصة. أظن كتاب القصص في القافلة يا أخضر. شكراً جزيلاً لكم. انتظروا لحظة، هذه موقفات العجلات، وهذا يعني أسرعوا. هيا جميعاً أمسكوا بالقافلة. لا بد من وجود طريقة لإيقافها. شكرا يا أخضر. هاي. كانت قيادة مرعبة. مرحى، أحسنت صنعا يا تيلي. أحسنتم عملا جميعا، انتهت حالة الذعر. أجل أيها الأخضر، إنه وقت قصة ما قبل النوم. أراكم قريبا. وداعا.